اه ده الدرس الجديد. تمام. تمام. طيب ايه بقى الشروط التي اذا تواجدت في الشكل اصبح متوازي اضلاع؟ قال لي رقم واحد، اذا وجد كل ضلعين متقابلين متوازي، يعني ايه؟ يعني لو رحت يا شباب لقيتهم اديني شكل اهو، قال لي الشكل ده مثلا اسمه سين صاد عين لام، قال لي حطيت لي علامة كده وحطيت لي علامة كده، وبقول لي اسألني يا جنى، هيقول لي هل ثانية كده هيقول لي هل الشكل اللي موجود قدامك ده متوازي أضلاع ولا لأ؟ طيب فاتفقنا أول حالة إن أنا أقدر أقول على الشكل متوازي أضلاع يا جنة يا جنة، إن كل ضلعين متقابلين متوازيين. هو الضلع الأولاني في الشكل ده اسمه إيه يا محمد؟ ايه يا مستر؟ قول لي أي ضلع في الشكل ده ضلعين متقابلين. دولين متقابلين. اه ضلع سين صاد. سين صاد، ايه اللي مقابل له؟ مقابل له لام عين. لام عين. هل بيوازوا بعض ولا لأ؟ عرفت ان هو بيوازي ازاي؟ حاطط لي هنا سهمين وحاطط لي هنا سهمين، ده كده علامة توازي. يبقى اقول له بما ان سين صاد يوازي لام عين، طب ايه الضلعين التانيين اللي بيوازوا بعض كمان يا جانا؟ جانا لا مش موجودة، مش موجودة انا مش موجودة، احنا اخذنا ان سين صاد يوازي لام عين، الضلعين التانيين ان سين لام يوازي صاد عين، سين لام يوازي صاد عين. كده استفدت ايه؟ استفدت ان كل ضلعين متقابلين متوازيين. هقول له على طول اذا الشكل ده متوازي اضلاع، اذا الشكل سين صاد عين لام متوازي اضلاع. يبقى تاني يا شباب، ازاي اعرف ان تمام. الشكل متوازي اضلاع؟ قال لي اول حاجة او اول حالة كمان موجودة، ان انت عندك اذا وجد كل ضلعين متقابلين متوازيين. لو رحت في الشكل الموجود قدامك لقيت ان كل ضلعين متقابلين متوازيين، على طول تقدر تقول له ان الشكل ده متوازي اضلاع. طب ايه الحالة الثانية؟ قال لي الحالة الثانية معايا، إذا وجد أن كل ضلعين متقابلين حالتهم إيه بقى؟ متساويين في الطول. يبقى أول حاجة أنا رحت لقيت إن كل ضلعين متقابلين متوازيين، إنما دلوقتي أنا رحت لقيت إن كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول. يعني هتروح تلاقي مديك شكل كده محمد، يقول لك مثلا الشكل ده اسمه ألف ب ج د،
بيقول لي امتى اقول على الشكل ده متوازي اضلاع؟ اقول له لو رحت لقيت ان الضلع اللي اسمه الف ب بيساوي الضلع اللي اسمه جيم دال، ولقيت ان الضلع اللي اسمه الف دال يساوي الضلع ب جيم. يعني لو لقيت ده 5 وده 5 وده 7 وده 7 مثلا، فاصبح كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول، ففي الحالة دي بقول له إذن الشكل متوازي أضلاع. يبقى تاني، أول حالة عندي إن كل ضلعين متقابلين متوازيين، التانية إن كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول. واضح محمد؟ واضح يا مستر. واضح يا مستر. طب رقم 3، قال لي رقم 3 رقم 3 قال لي إذا وجد ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين في الطول. أول حاجة أنا قلت لك لو رحت لقيت ضلعين متوازيين، بعد كده لو رحت لقيت ضلعين متساويين في الطول، التالتة إن أنت تروح تلاقي الاتنين مع بعض. يعني إيه؟ يعني هروح ألاقي إن كل ضلعين متقابلين متوازيين وكمان متساويين في الطول. طيب دي إزاي؟ وليكن عند الشكل ده ألف ب ج د، إمتى أقول على الشكل ألف ب ج د متوازي الأضلاع؟ قال لي لو لقيت حاجتين، الحاجة الأولى إن الضلع ألف د يساوي الضلع ب ج، الضلع ده يساوي الضلع المقابل له ده. الحاجة التانية الضلع ألف ب اللي هو ده يساوي الضلع المقابل له اللي هو ج د، بس كده؟ قال لي ده التساوي. طيب مطلوب مني ايه كمان؟ قال لك ممكن كمان ان هما يبقوا متوازيين. طيب انا ده كده الحالة اللي فاتت ان كل ضلعين متقابلين متساويين، طب انا اعمل ايه؟ قال لي لو لقيت ان ضلعين متقابلين وكمان متوازيين، يعني انا ممكن ما اشتغلش على الاربع اضلاع. انا دلوقتي قلت ان الف د يساوي ب ج، طب ايه بقى؟ لو لقيت نفس الالف د يوازي ب ج يبقى على طول اقول له اذا الشكل متوازي اضلاع. يبقى احنا كده اتكلمنا في 3 حالات اقدر اقول على الشكل فيهم متوازي اضلاع. اول حاجة ان كل ضلعين متقابلين متوازيين، اللي هي من تعريف المتوازي الاضلاع. الحالة التانية كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول. طيب الحالة الثالثة قال لي لو رحت في شكل رباعي لقيت ايه بقى؟ لقيت ضلعين متقابلين بس متحقق فيهم الشرطين، ايه هم الشرطين؟ ان هم متوازيين ومتساويين في الطول. معايا؟ أي طيب لا، ازيك يا ملك؟ الحمد لله. متأخرة ليه يا ملك؟ أنا كنت ناسية الحصة. يا لهوي يا لهوي يا ملك، ليه كده؟ أي عشان كنت مفكر إن احنا النهاردة الأربع، عشان مكنش بيحس. اه لا، النهارده الخميس. طيب الحالة الرابعة قال لي إذا وجد في الشكل الرباعي، إذا وجد على طول بقى بلا شكل رباعي، إذا وجد أن كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس، يعني لو رحت قلت لك عندي شكل بالشكل ده كده، قلت لك ده ألف ب
جيم دال، قلت لك الزاوية دي 110، الزاوية دي مثلا 70، الزاوية دي 100، الزاوية العكس بقى، يعني لو قلت لك الزاوية المنفرجة دي 110، الزاوية دي 70، الزاوية دي 70، الزاوية دي 110، وأسألك هل الشكل أ ب ج د متوازي أضلاع ولا لأ، هتقولي لي يا مستر أنا رحت لقيت إن قياس زاوية د تساوي قياس زاوية ب، الزاوية دي بتساوي الزاوية دي وهما مقابلين لبعض، كمان لقيت إن قياس زاوية أ هي نفسها قياس زاوية ج، لقيت إن الزاوية دي هي نفسها برضو الزاوية دي، يبقى إذا كل زاويتين متقابلتين متساويتين، يبقى إذا الشكل أ ب ج د متوازي أضلاع. واضح ولا في مشكلة؟ واضح واضح احنا كده خدنا 4 حالات اقدر اقول على الشكل فيهم او اثبت من خلالهم ان الشكل متوازي اضلاع. ايه هما؟ اول حاجة من تعريف المتوازي ان هو كل ضلعين متقابلين متوازيين، فهو لو اداني شكل رباعي قال لي فيه ان كل ضلعين متقابلين متوازيين، هقول له يبقى الشكل ده متوازي اضلاع. الحالة الثانية لو رحت لقيت ان كل ضلعين متقابلين متساويين، يبقى برضو ده متوازي اضلاع. طب لو رحت الثالثة ايه؟ الثالثة قال لي انا ممكن اتعامل مع ضلعين بس مش مع الـ4 اضلاع، هروح لضلعين متقابلين يتحقق فيهم الشرطين ان الضلعين دول متساويين ومتوازيين، في الحالة دي برضو اقدر اقول ان الشكل متوازي اضلاع. الحالة الرابعة لو رحت لقيت في الشكل ان كل زاويتين متقابلتين متساويتين، برضو يبقى الشكل متوازي اضلاع. معايا؟ معك طيب معك الحالة الخامسة والأخيرة، اللي من خلالها أقدر أقول على الشكل متوازي أضلاع، هي اللي إحنا قلناها النهاردة، قلنا في متوازي الأضلاع القطران ينصف كل منهما الآخر يا ملك. يعني إيه القطران؟ قلت لك النقطة أ دي بيقابلها النقطة ج دي، لو رحت وصلت أ بج، أ ج دي اسمها قطر. نفس الكلام دال بيقابلها باء، لو رحت وصلت باء بدال يبقى باء دال بقطر. قال لي لو وصلت القطرين هتلاحظ ان القطرين دول اتقطعوا في نقطة، لما القطرين دول يتقطعوا في نقطة قال لي النقطة دي بتقسم لي القطرين، يعني ايه؟ ألف جيم هنا هو كان قايل لي ب10، يبقى النقطة دي تقسم لي ألف جيم بالنص، يبقى الحتة دي بخمسة والحتة دي بخمسة. نفس الكلام النقطة دي تقسم لي باء دال بنص، بالنص كانت كلها بستة، يبقى دي بتلاتة ودي بتلاتة، ده معنى إن القطران ينصف كل منهما الأرض. تمام؟ فالحالة تمام الخامسة والأخيرة قال لي إذا وجد في الشكل الرباعي أن القطران ينصف كل منهما الآخر. يعني لو رحت لقيت ومديني شكل اهو، فليكن اسمه سين صاد عين لام، لقيته ام جاء القطر الاولاني يبقى اسمه يا ملك، مش فاهم. القطر ايه هو القطر؟ اوصل ايه بايه عشان اجيب قطر؟ سين بعين. يبقى سين عين ده بالنسبه لي كده قطر. في واحد تاني ولا هو سين عين بس وصاد لام. وصاد لام؟ طب قول لي دلوقتي انت لو رحت وصلت سين بعين وبعد كده رحت وصلت لام بصاد، فهما دلوقتي مقطوعين في نقطة أو متقاطعين في نقطة، النقطة اهي. قال لي لو رحت بقى لقيت ايه؟ لقيت مثلا هنا قال لك ده 5 سم، الحته اللي هي وليكن دي ميم كده، حته سين ميم بخمسه وميم عين كمان بخمسه. لو رحت لقيت ميم لام بتلاته وميم صاد بتلاته، فاصبح دلوقتي ان سين ميم تساوي ميم عين وميم لام يساوي ميم صاد. يعني إذا القطران ينصف كل منهما الآخر
يعني الشكل متوازي أضلاع. بكتبها إزاي؟ بقول له بما أن ميم سين تساوي ميم عين. يعني إيه؟ يعني ميم تنصف سين عين، قسمته بالنص. وبما أن ميم لام تساوي ميم صاد، يعني إيه برضه؟ يعني ميم بتنصف لام صاد. ميم بتنصف القطر، وميم بتنصف القطر، إذا القطران ينصف كل منهما الآخر، إذا الشكل متوازي أضلاع. في أي مشكلة؟ لا، ممكن تاخدهم سكرين من اول الحالة الاولى وتنزل على الجروب. هم لكم اعملهم بي دي اف واحطهم لكم. تمام يا مستر. ماشي، اعملوا بي دي اف وابعتوا لكم. يبقى حد كده يقول لنا تاني الخمس حالات دول. ملك مثلا تقول لنا كده ايه هم الخمس حالات اللي اقدر اقول على الشكل فيهم متوازي اضلاع. لما كل ضلعين متقابلين متساويين، وكل ماشي، ضلعين متقابلين متوازيين، ده كده اتنين. ايه تاني؟ وعندما ينصف القطران كل منهما الآخر، ثلاثة. ماشي، وتوازي ضلعان متقابلان وتساويهم في الطول. برافو كده أربعة. في السواحل، في الزوايا بقى، في الزوايا أعلى تساوي من بعض. الزاويات المتقابلة بالرأس. في مشكلة يا جنى؟ جنى نعم، دخلت ولا خرجت؟ في أي أيوة. مشكلة كده ولا فاهمة؟ لا، مفيش مشكلة. طيب ناخد بقى مسائل على الكلام. ها، قول يا محمد. ما ينفع أعمل حمام واجي؟ ماشي يا محمد. طيب نكمل يا شباب. بيقول لي ناخد بقى مسألة. ألف عندي هنا ألف ب ج د، ونقطة التقاطع دي اسمها ميم. د هنا 110، واداني هنا 40 درجة. حلو، معايا يا شباب؟ طيب، معاك يا أستاذ. اديني الثلاث زوايا دول. وبيقول لي اثبت ان الشكل الف ب ج د متوازي اضلاع. يبقى المطلوب مني ان انا اثبت ان الف ب ج د متوازي اضلاع. حد يقدر يفيدنا في حاجة؟ هو حد ده يقدر مثل يشوف حاجة؟ مربع صح؟ هو ده مربع صح؟ ما اعرفش ده ايه. ده هو بيقول لي لسه اثبت ان الشكل ده متوازي اضلاع.
نبدأ مع بعض أول مسألة كده نفهمها، وبعد كده أنتوا اللي هتقولوا. مبدئيا كده، مبدئيا كده، هو قياس الزاوية المستقيمة كان بيساوي كام درجة يا شباب؟ 180 180. الزاوية المستقيمة دي كانت عبارة عن ايه؟ مش عن خط كده؟ دي كده بالنسبة لي زاوية مستقيمة، صح؟ طب هل في عندي هنا خط موجود عليه زاوية؟ في هنا زاوية مستقيمة ب ايه؟ ب جيم لا، ب ج مش زاوية مستقيمة. امال ايه بقى اللي زاوية مستقيمة؟ زاوية مستقيمة معايا ب ب، مش ده خط اهو الزاوية بتاعتها اهي، صح؟ مظبوط ولا لا؟ مظبوط. تمام. طب انا دلوقتي قياس زاوية ب د دي كلها بكام؟ 110. قياس زاوية ب د كلها المفروض هي بكام؟ 220. 22. ازاي طيب؟ هو انت لسه قايله الزاوية المستقيمة بكام؟ خلاص فهمت. 180. الزاوية المستقيمة قياسها كام؟ 180. 180. يعني دي، ما هي دي زاوية مستقيمة يا، يبقى 73. بالظبط كده، ما هي دي زاوية مستقيمة، فاهم يا جنى؟ يبقى انا اقول له دلوقتي بما ان قياس زاوية، الزاوية اسمها ايه؟ اسمها ب م د، ب م د، الزاوية دي مالها؟ دي مستقيمة. طيب يبقى اذا قياس زاوية من ألف ب ميم ب اللي هي الزاوية دي اسمها ألف ميم ب، هتساوي ايه بقى؟ هتساوي ال 180 ناقص ال 110 اللي موجود، يعني هتساوي 70 درجة. يبقى اذا الزاوية دي كده انا جبتها ب 70، جبتها منين؟ عن طريق الزاوية المستقيمة. ماشي؟ ماشي. تمام. يبقى اذا زاوية ألف ميم ب ب 70 درجة. طب وبعدين؟ هو مجموع قياسات زوايا المثلث بكام يا شباب؟ 180. حلو. طب انت عندك في مثلث موجود فيه زاويتين وناقص زاوية واحدة أو حاجة كده؟ ايه بقى، فين هو؟ عندي زاوية ألف 30 وزاوية ميم 110. جميل. يعني انا هشتغل على المثلث ده كده معايا في زاويتين، اقدر اجيب الزاويه الثالثه. طيب تبقى واقول له 40. وبما ان مجموع، احنا اتفقنا برهان، يبقى لازم اكتب كل حاجه، قياسات زوايا المثلث تساوي 180 درجه. يبقى اذا قياس زاويه الف دال ميم اللي هي الزاويه دي كده، ألف دال ميم تساوي 180 ناقص 110 ناقص 30، يعني تطلع 40 درجة. مظبوط؟ مظبوط. حلو. طب ركزوا في اللي جاية دي بقى عشان دي مرتبطة بالترم الأول. ركزوا معايا، لو فصل ادخل تاني على نفس اللينك يا شباب. ركز كده، هي الزاوية دي بكام؟ الزاوية دي بكام؟ 40. والزاوية اللي تحت دي بكام؟ 40 طب الزاويتين دول حالتهم ايه مع بعض؟ في وضع ايه؟ تبادل. اسمهم ايه لما؟